في اختتام الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وفي اصطدام قوي هنا بالمركب الرياضي بفاس، ومواجهة هامة بين فريقي المغرب الفاسي والجيش الملكي. التقى الفريقان الكبيران والمتواضعان هذا الموسم. بالفعل وضعية الفريقين في مأزق لا يحسدان عليه، خاصة فريق المغرب الفاسي المتشبت بالمصباح الأحمر إلى حدود هذه الدورة العاشرة. الجمهور الفاسي انتظر حتى الدقة 40 من اللقاء ليتمكن فريق المغرب الفاسي من افتتاح حصة التسجيل عن طريق اللاعب موسى كوني. الهدف جاء بعد خطأ في وسط الميدان لفريق الجيش الملكي، استغله فريق المغرب الفاسي بشكل جيد ليوقع اللاعب كوني هدف سبق للفريق المحلي. بعد هذا الهدف يأدت فريق المغرب الفاسي. فريق الجيش الملكي انتظر بدوره 40 دقيقة ليوقع هدف التعادل بعد تجاوز الدقة 80 من اللقاء، والموقع اللاعب الولجي إثر ضربة خطأ نفذها بقوة ودقة متناهية، استقرت الكرة في الزاوية 90 من شباك الحارس ياسين الحواصلي مانحا هدف التعادل لفائدة فريق الجيش الملكي. لينهي حكم اللقاء نوردي إبراهيم هذا اللقاء بين المغرب الفاسي والجيش الملكي بنتيجة التعادل هدف لمثله، بعد لقاء عرف تنافس كروي وبدني كبير بين عناصر الفريقين، نتيجة أنصفت الطرفين إلى حد بعيد.